نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية لطلاب مركز ومدينة القصصين، وذلك ضمن مبادرة راجعين نتعلم بمحافظة الإسماعيلية. هذا وقد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة راجعين نتعلم لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة. احنا جينا النهارده مركز ومدينه القصصين بمبادره راجعين نتعلم، تمكنا فيها من توزيع الشنط المدرسيه بمستلزماتها لاهلنا وابنائنا الطلاب المراحل الابتدائيه والاعداديه، وان شاء الله مستمرين في تقديم كل الدعم لاهلنا مركز ومدينه القصصين ومحافظه الاسماعيليه.